نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن إسرائيل لا يمكن أن ترتدع إلا بالقوة، وقال أن قيمة المقاومة ليست بإمكاناتها العسكرية فقط، بل إن قيمتها هي بسلامة هدفها وتصميم مجاهديها. وفي كلمة خلال حفل تأبين الشهيد على طريق القدس مصطفى حسين سلمان، اعتبر الشيخ قاسم أن كسر إسرائيل اليوم يسهم في مشروع التحرير الكبير. ليش هي ارتدعت إسرائيل من سنة 2006 لسنة 2023 17 سنة؟ لولا المقاومة في سنة 2006 ولولا الانتصارات التي حصلت لا يمكن أن ترتدع إسرائيل إلا بالقوة. هذه القوة ستبقى. عم تهددونا بإسرائيل؟ ما خلصنا منها من زمان. أصبحت إسرائيل بالنسبة إلينا أهون من بيت العنكبوت، وننظر إليها أنها إلى زوال، وإذا اعتدت ردينا، وإذا قاتلت قاتلناها، وإذا أرادت أن تهدد لا نهدد على مستوى الإعلام، وإنما نستعد لأي يوم تختاره إسرائيل أن توسع معركتها. نحن لها بالمرصاد إن شاء الله، وسننتصر كما انتصرنا في تموز سنة 2006.